للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي العام الأول المستشار أسامة علي العوفي رئيس التفتيش القضائي. مساء الخير سعادة المستشار، وأهلا بك في نشرة الثالثة. النائب العام استعرض في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم مظاهر التطوير في النيابة العامة خلال العام 2021. هل نتعرف منك على أوجه هذا التطوير والأدوات المستخدمة في إحداثه؟ بداية مسي عليكم بالخير على المشاهدين ومتابعين تلفزيون البحرين. طبعا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، طبعا سبق وأن صرح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعيني من أن التطوير مسألة مهمة للنيابة العامة، وهذا لطبيعة عمل النيابة المرسوم بالقانون. فكل قانون جديد وكل مستحدث يطرأ على القانون يخضع من جانبنا للبحث والدراسة والنظر في مدى كفاية مقومات النيابة الموجودة لتطبيق ذلك الجديد. وبناء على هذه الدراسة نعمل على إحداث التطوير اللازم، سواء فيما يتعلق بنظام وآلية التحقيق والتصرف في الدعوة الجنائية، أو طرق التعامل مع أطراف الدعوة وذوي الشأن، أو من حيث النظام الهيكلي للنيابة العامة نفسه. وأننا في النيابة العامة نجري دائما من وقت لآخر تقييما لمستوى الأداء، وكلما استبان أن هناك حاجة لتعزيز قدرات النيابة اتخذنا اللازم بتوفير البيئة المناسبة لتعزيز هذه القدرات وزيادة كفاءتها. والتفتيش القضائي معني بمتابعة الأداء وتقييمه وتقديم الملاحظات والتوصيات التي تبنى عليها عملة التطوير. هذا عن أسباب ودواعي التطوير. أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال، فأن أدواتنا في إحداث التطوير هي قرارات النائب العام التي تصدر بإنشاء الكيانات المتخصصة أو بتعديل نظام العمل على النحو الذي يكافئ حاجة العمل ويمكن النيابة من تطبيق القانون بكل دقة، وأيضا مجموعة التعميمات التوجيهية التي تصدر من سعادة النائب العام والتي تشتمل على توجيه لأعضاء النيابة العامة وموظفيها لاتباع طرق معينة في العمل من شأنها زيادة الكفاءة وسرعة الإنجاز، وكذلك التعميمات الإرشادية التي تصدر عن التفتيش القضائي في كيفية التطبيق نتيجة لمتابعة الأداء. بمعنى أن الحاجة للتطوير هي ما يفرضه داعي حسن سير العمل من أجل الوصول إلى العدالة الناجزة بجراءات مشروعة قادرة على ملاحقة الجريمة والجنان صادرة عن أعضاء يتميزون بالكفاءة في التحقيق واستخلاص الدليل وفي الكشف عن الحقيقة. ولهذا شهدنا تطوير على مدار السنوات الماضية، وخلال العام 2021 تم إنشاء وحدة جرائم التهرب الضريبي لحماية حقوق الدولة ومكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة لتمكين النيابة من تحقيق أهداف قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتطوير مكتب التعاون الدولي لتلبية متطلبات التعاون القضائي، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان التي تكلم عنها سعادة النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم في مقر النيابة العامة. لا يفوتنا بالطبع أحد المشروعات المهمة مبادرة رعاية التي أطلقتها النيابة العامة من أجل رعاية وحماية الأطفال والمرأة والأسرة، فهي أيضا من مظاهر التطوير امتدادا لدور النيابة العامة تجاه المجتمع الذي تنوب عنه في الدعوة الجنائية. هذا ما لزم بشأن الإجابة على السؤال. نعم، المحامي العام الأول المستشار أسامة علي العوفي رئيس التفتيش القضائي، شكرا جزيلا لك.